والأديان جاءت لسعادة الناس لا لشقائها. الدين يسر. ألم يقل الحق سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. القرآن لم يأتي لشقاء الناس، والسنة لم تأتي لشقاء الناس، إنما جاء القرآن والسنة لسعادة الناس. لكن هذه الجماعات المتطرفة المتشددة أرادت أن تضع الناس كأنك في أحد خيارين: إما أن تكون مع الدنيا، وإما أن تكون مع الآخرة. يا أخي، نحن نطمع في فضل الله أن يعطينا الدنيا والآخرة. ألم يقل سبحانه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا، وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. نريد أمة قوية، أمة غنية، أمة عفية، أمة عاملة، أمة منتجة، أمة متقدمة، أمة تحمل الخير للناس.